الإنسان لما يحب يتعلم أي مهارة لازم يتبع القانون الآتي. المهارة اللي يحوس عليها الإنسان هي عالم خارجي، خلاص طلب ياه باش يدخل العالم الداخلي ديالو. العالم الداخلي واش في العالم الداخلي انت واش تملك؟ انت تملك القوة وأيضا تملك السرعة. إذا حبيت تعلم أي مهارة باش تخلى لهنا العالم الداخلي تولي مهارة في الهواي، لازم تنحي القوة والسرعة. دير المهارة تاعك بالعقل، لأن هذه اللي ما تملكهاش في العالم الخارجي. الآن اكسب المهارة ديالك، لما تكسبها راح تدخل مباشرة إلى العالم الداخلي. كي تدخل العالم الداخلي راح تتحد بالقوة ديالك والسرعة ديالك. ولهذا الطفل الصغير مثلا ما يعرفش يمشي، تعلمه يمشي، اوكي تعلمه يمشي، ومن بعد هنايا كي يدخل المهارة لهنايا يولي الطفل الآن تتحد بالقوة ديالو والسرعة ديالو، يولي يجري أكثر منك وتولي ما تلحقوش. إذا في كاع المهارات على القوة والسرعة أنت مسؤول عليها، لكن إذا حبيت على المهارة لازم تلغيهم باش تدخل المهارة وما تضيف لها القوة والسرعة. إذا حبيت تعلم المهارة بالقوة والسرعة مباشرة راح تجي صعوبة في اكتساب المهارة. أكبر معيق لتعلم المهارات هي إضافة القوة والسرعة قبل اكتساب المهارة. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.